جرب تبك اي تبك تبك جرب تعال فلش. والله انك كيوت يا جماعة غير هذا انسان كيوت هذا. هذا انسان كيوت الى ابعد درجة ممكن. اوكي. تعال بابا. تعال. تعال. تعال ايوه العين. هلا والله مقطع جديد من دي بي دي. في ذا المقطع رح نلعب السلسلة المريضة، سلسلة تحديات مريضة. ولكن قبل لا يبدأ المقطع أتمنى تكون حاطة اللايك، خلونا نوصل أكبر عدد من اللايكات، ألف لايك وما فوق وتأكدها يا أساطير. وإذا ما كنت مشترك يا هلا والله فيك، طورنا فضات زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع أول بأول. والحين ليتس جو للعجلة المرض. والله يا جماعة الخير ترى على فكرة قبل لا نبدأ العجلة بقول شيء، عندنا شحف في التحديات المريضة، فإذا أنت عندك تحدي مريض لا تروح تكتب لي تحدي يعني يكون مو مريض، لا تحدي يكون فيه مرض. كيف يكون فيه مرض؟ اقرأ التعليقات اللي قدامك هنا تعرف إنه فعلاً في كمية مرض أسطورية. طبعاً أنا سويت فلتر للتعليقات ذي اللي كنت مجمعها لأنه في كذا تعليق سويت كمقاطع تحديات فشلتن، ففي حال في تعليق نسيته وجاني الحين يعني توني انتبه له جاني في العجلة يعني يكون مسوين عليه مقطع حنا اوريدي، فبنكمل نسوي العجله مره ثانيه انه اوريدي اصلا مسوين عنه مقطع. حابه نوع على شيء من ذي التعليقات، انا ما عندي اي مشكله مع ولا تحدي مريض الموجودات الا واحد. في واحد من التعليقات ذي يقول لي العب ريث وخلك ضرب الين توصل السرفايفل، هذا التحدي فعليا انا هذا بيجيب لي مرض، انا اتمنى ما يجيني الحين، اتمنى من كل قلبي ما يجيني ذا التحدي، هذا التحدي مستحيل تسويه فعليا، بتمسخر بعض الارض. فا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالعجلة. الله يستر والله ما أبغى يجيني. ألعب بدون سماعات وألعب وأنت واقف. أوكي هذا أشو هذا، بس مع إنه سويت تحدي بدون سماعات المشكلة ما تعرف تلعب بدون سماعات، في دي اللعبة بالذات ما تعرف تلعب بدون سماعات وأنا واقف. طيب ليش وأنا واقف؟ يا الله المشكلة الطاولة حقتي يعني ما تصلح إني أنا واقف. والله صراحة أنا ما أدري كيف يكون ذا التحدي. على العموم بقوم ارفع الكام شوي لفوق لاني اللي وقفت الحين زي كذا ما راح تشوفوني، عرفتوا كيف؟ فلازم الحين ارفع الكام عشان تكون موازيه والمايك لازم بعد. رجعنا يا جماعه الربع، طبعا حاليا كذا راح يكون وضعي وانا قاعد العب. المايك انا ما ادري ممكن المايك اعتقد كذا بيكون كويس، خلينا نحذف التعليق خلاص انه خلصنا والحين نرجع للعبه. يا اخي ما ادري كيف يكون الوضع، يا الله ماني متعود ماني متعود. الكيلر راح نلعبه حاليا راح يكون كيلر اخر مره ما لعبناه عشان يكون في وضع تنويع شوي على الاقل. كلاون راح يساعد، بس كلاون مشكله يبلع جرش، بس والله مشتاق العب بكلاون سكننا الفيل حقه، والله لزمان سكننا الفيل حقه. اي هزبه الكرشه. اوكي على العموم نبدا الجيم ونرجع لكم ليتس جو. اوه تحدي بدون سماعات يا جماعه الخير ماي جاد. والله الحين جبنا عيد حرفيا، يعني انا لو ادري اني بدخل الكلام انا نسيت. يا الله ماي جاد. طيب يلا عواد خلي يبدا الجيم حاليا و خلك عاد انا مستانس وجي متبشر بخير. عاد كيف بيكون الوضع ما ادري حاليا. اوكي وزنيتي في الكام كويسه ممتاز، حتى شو اسمه المايك اعتقد المايك كويسه الوزنيه. طلع على فكرة أنا ماي مرتاح لأنه الطاولة زي ما قلت لكم قصيرة عني، فلازم إني ماي ما ينفع ما ينفع. بنحاول نلعب بروس أصابعنا لين كذا لين يجيك واحد كذا مسكين الحين يجي قدامي. إن شاء الله يا رب إني أقدر أمسك أحد، أنا إذا مسكت أحد أعتبر نفسي فايز حرفيا. إذا مسكت أحد أعتبر نفسي فايز. هم ترى غالبا يكون عند جهة هذا اللي فوق. يب هذا هنا واهنا. السلام عليهم. خربنا عليه شو اسمه. اوه انتوا اثنين. انتوا اثنان. انتوا اثنين هنا. اوكي. لا انا قصدي هناك. انت غلطانة. انت غلطانة. انت جاك. ماي جاد. ايش قاعد تسوين هنا انت؟ اوكي. وين راح؟ تعال تعال. البيزمنت البيزمنت. اوكي البيزمنت هنا. قاعد تتحرك صح؟ يب يب قاعد تتحرك. يمدينا نوصلها بيس؟ يمدينا البيسمنت قريب. اذا ما قدرت اوصلها للبيسمنت هذا وهي قريبه من متى اوصلها يعني؟ تقنيا يعني الوضع يبغى له هكذا. اعطيها ضربه عشان ما تصارخ بس عليك
عشان يطمئن قلبك فقط لا غير، انت عشان الاطمئنان ترى، مو عشان ان تكون توكسيك، لا ابدا عزيزي المتابع، بس هي صراخه يعور القلب، فضربها ضربه عشان ما تصارخ يعني. ويوم تضربها هي تصارخ حرفيا، ما كان صرختها تكون اهون من الصرخه اللي حكت الهوك. اتمنى وصلت المعلومه صح. ساعدوه، يبغانا نتني، بدينا نتعب. ترى ما قصت اضرب، والله ما قصت اضرب، شو اسمه وما في يعني حرفيا، ترى ما قصت. يا الله الفك حك يدي، مفصل يدي، وش الفك، مفصل يدي، مفصل يدي. اضرب كذا اوكي، عشان بس انا حاط، على فكره حاط ادوني كنتر ال شو اسمه، كان ترى الدهار هنا، ترى يمديك تسوي مايند جيم عند شو اسمه، عند البلت بس فقط لا غير، انك تخفي نفسك بالبلت، هذا الوحيد المايند جيم اللي في البلتات اللي زي كذا، لانه هذه ما فيها مايند جيم يشوفك، بس عندك فرصه بسيطه لو انك يعني تروح على البلت باختصار شديد يعني. يوم انا اجي هنا عند البلت اخفي النور كذا وارد ارجع، او اني ارجع واكمل، او اني يعني اوقف عند البلت هنا يحتار شوي. تعالي زيتونه، زيتونه وين رايحه؟ تعالي تعالي زيتونة. أوه انت جاي تحميها على أساس أنت الدرع المضاد حقها، والمشكلة جيت هنا المكان خايس، جيت المكان خايس، هذا المكان حاطينه اللعبة فيك للسرفايفل. في دريشة ينقز منها؟ يب في، أكيد أكيد، وأنا أخوك لازم يحطون لهم دراي. كيف في كيف تبغاهم يعني؟ تبغاهم يعني يعطونك، تبغى السرفايفل يروح يعلق نفسه بالهوك يعني؟ تعال يا نيميريا، نيميريا هذا الزيب من ذاك الاسد، لا ما لها دخل، زيب ما يجيب اسد، واسد ما يجيب زيب. ماي جاد ركبتي عورتني والله. اوكي تخيلوا قاعد العب كذا 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 كذا، امسك الماوس بيدي ثبت انه الطاوله قصيره، وفي واحد فوق، بس احنا انا ما مشكله، ما لو اني اسمع السماعات بس راح يكون وضعي يعني افضل بكثير. مش ممكن يا زيتونة، ايش قاعد تسوين بحياتك انت؟ اوكي اي ويل تيك ات باي ذا واي. اوكي لا تطلعين فوق، فوق ما في بلتات. اوكي على راحتك الحين، تنقز من هذه. يا ميتلها، ابغى يتلها، ابغى يتلها. طبعا حاليا هذا التحدي لو احد مره ثانيه يقول لي سويه ما راح اسويه حرفيا. لو يعطيني 1000 دولار. طبعا الشباب ما عاد تشوفهم. لو هذه زيتونه ميحانة علي وراقضه، وات ما اسمع الصوت. لا لا تقعد تستهبل تقول لي وريد ما سمعت، ما ادري انه في جنريتر فوق قاعد يتولع، والله العظيم لا اعلم وش فيه. سلحي بالله شوي بالارض، طيحي 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 معاي، طيحي. وش شايفتيني؟ شايفتيني يعني واحد لعب له 100 ساعة وجاي يلعب اللعبة؟ عيب. طبعا لازم اسوي سلاجنج تكنيك، سلاجنج تكنيك عشان تجيب لك على الاقل الجيم شوي على الخفيف. اوكي الحين نروح شو اسمه، على الهيل هاوند، كلب الجحيم، كلب الجحيم، نروح نعلقه على الجحيم على الهوك. او اكيد احد قاعد يعالجه حاليا. معك ديسايسف؟ يلا اعطني ديسايسف مع علبة العصير هذه اللي قطيناك اياها بالارض. راح شو اسمه، اوكي ما معك ديسايسف. طبعا اللي يبطئه فحضروا فايد سايسف من الفايده لي. 3:28 AM. خذ لك الحين ما عاد تشوف احد خلاص. داي 2 يعني ماني عارف شو اسوي الحين. يا الله والله مره رفزوني. داي 3 انا هنا يا جماعه الخير، بس تكيت كذا شوي على الارض. 2000 years later. يا اخي ما في احد، والله ما في احد، ما لقوا الهاتش وطلعوا. ويييييي
ايه الهات اللي كانت هنا قريبه طلعوا. هي مبروك، برافو برافو. واو وش ذا الفوز الحماسي، طلعت من المجاري اخر شيء فزت علي، نايس، احلى فوز في التاريخ والله. 33 دقيقة المقطع علشان والله اخر شيء واحد يطلع المفتاح. يلعن ام المسخرة، يلعن ام الجيم الخايسة التعبانة البيض. ماي جاد، والله مرة مرة. عموما يا جماعة الخير، ومستانس على نفسك فايز ترى من المجاري، تراك مانك فايز بجدارة يا الملوح. اوكي علموا يا جماعة الربع، هو بالعادة انا لازم انهي المقطع حاليا، لكن المقطع اللي قبله شوي او الجيم اللي قبله شوي ما شفه غريبي حقيقة، فبلعب نفس بس مش والله تعب هو واحد وواقف يا ولد. بس يلا تستاهلون يا جماعة الربع، خلنا ناخذ جيم ثاني نرجع لكم بداية الجيم. حقيقة افضل شيء لقيته كويس اني العب بالكيبورد حاليا كذا الين الاقي لي سرفايفل. او ازورفت، اوكي ما عندي مشكلة، ازورف ريستينج بليش، مكان الراحة يقول لك هذا المكان حق الراحة. اوكي يلا كويس، نمسك نص ماب ولا نلعب ماب كامل. ترى هذا الماب حرفيا تقدر تمسك فيه نص ماب تكهربهم كهربا فيه. اوهو في اربع جنيترات في الجهة ذي، نايس. هذه الجهة جل نمسكها حنا ونسحب على ذيك الجهة ام ثلاث جنيترات. هذه الجهة طيبة، هذه الجهة والله عند هذاك الجنريتر هذاك. افا ما وصلت، افا يا ذا العلم. تعالي خلاودية، تعالي زيتونة، تعالي هذه على راسك عشان تصحصحين، بس عشان تصيرين تمشين بعدل واحترام وتقدير الكلاون اللي لابس لبس الفيل ورات. وهذه وحده كذا تسطيحه من بعيد اللي قدام عيونك كذا عشان متوصين على البلد ترمينها بسرعه كذا رميه مبرحه. ولد هذه قاعد تمشي وتطيح بلتات، حرام عليك، التبذير هذا ما هو زين. شوف بلتين والله العظيم الار ان جي هذا يا جماعه الخير، هذا ار ان جي يا جماعه الخير امانه. تستهبل، كانت زابنا هنا على الزاوية، زابنا على الزاوية. ماي جاد. اوكي اوكي شوفي كانت زابنا على الزاوية ولد، يا ولد كانت. ماي جاد. اوكي صلح حجي، صلح عندك يا رب. هذاك جيتر لا يصلحونه، هذاك الجيتر لا يصلحونه أبداً, ابدا 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 ابدا. حتى ما عندي علب غاز ولا ابغى اشحن. لا 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 بتلو نعم خيرك يا الله. ماي جاد قاعد العب معاك انا هايد اند سيك يعني. تعال فلش، تعال جرب تبك جرب، تعال فلش. يسوي فيها التوكسيك على المروع. اوكي والله انك كيوت يا جماعة غير، هذا انسان كيوت، هذا انسان كيوت الى ابعد درجة ممكنة. اوكي تعال بابا، تعال ايوه العين. اي جاد والله حرقوني جنيترات يا ولد، والله حرقوني جنيترات والله، ما شاء الله عليكم يعني. يا الله هذا انت نفسك التوكسيك اللي تتبك. ها حجي لو صلحوا ذاك الجنيتر اعتقد يمكن اقدر استمتع بالجيم اكثر، لانه عندي ثلاث جنيترات هنا قريبه. خلاص امسك اخر جنيتر ما يهم، اهم شيء من الثلاثه ذي ما يتصلح جنيتر. اوكي قاعد يصلحون هذاك، اوكي ممتاز ما عندي اي مشكله. طبعا الغلط مني اني اروح لذاك الجنيتر، ما ابغى، خلهم يصلحونه، طز فيه. الو تعال ساعد يلا ساعد اخلص ساعد يلا ساعد ما عندك مشكلة تركب مكانه انت. تعال روح ما عندي مشكلة معاك انا. اسمه توكسيكينا هذا الزيتونة يا جماعة الخير، اسمه توكسيكينا. استغفر الله اتوب اليه. الجنيترات حقاتي ما حد قاعد يلمسهن، خلاص هم الحين راح يجونك. ناخذنا كذا هوش على الخفيف كذا للوسط فقط، ما نعمق. زيت هذاك ليه ما صلحوه الان؟
وش ذا التعب يا ولد اللي عندكم؟ اوكي هو اهم شيء كنتر الديد هارد اللي عندك بالهندرد اللي عندي هذا اللي ابغاه اصلا او ماي جاد يعني بس انت ماشية كذا والله ضيعتي ام الوقت قسم بالله العظيم تعالي طلع فكرة شكلهم عرفوا اني انا مكنتر ذي الجهة فعشان كذا الجينيتر ذاك ما تصلح الى الان انا مستغرب من ذا الشيء ليش الجينيتر ذاك ما تصلح الى الان كانوا عليه اثنين اتمنى يصلحون واتمنى من كل قلبي ولا شكلهم كنسلوا عرفوا اني انا بمسك ذي الجهة ياب شكلهم كنسلوا معاهم واحد صاحي هذا سبرنت ماي جاد تعبت بروح اكسر جنايته ما تصلحه والله والله ما يتصلح اجثني ان شاء الله تعالى لين يطير واحد منكم اي كفو خلاص الحين تعالى ولعندي طبعا الحين وش الخطة؟ الخطة انه على اساس يبعدوني عن الجنريترات انه هذا يروح هناك بعيد عرفتوا كيف؟ فانا على اساس اني اوه يلا معرق يلا الحقوا يا ولد يلا دز عليه. لا يدرون انه الكيلر اللي قاعد يلعب ضدهم، الكيلر قاعد يلعب ضدهم حقود. استغفر الله. حرفيا ماني عارف اسوي مايندنج جيم، والله العظيم ماني عارف اسوي مايندنج جيم ابدا. يا اخي لما تلعب بدون سماعه ما وبنفس الوقت وانت واقف تحس نفسك مربوط والله العظيم حاس نفسي مربوط ماني عارف اسوي شيء اوه ماي جاد اذا يشتغلون عليه ثلاثه ترى يقدرون يصلحونه ايزي يصلحون هذاك اللي ورا البيت اوه ماي جاد ما توصل حتى علبه الغاز حقتي ما توصل ما توصل اوكي طيحوا اردموا على اوكي رجع هذا بس انا ما همني حاليا امسك كلوديت يا الله يا كلوديت رجعت راحت نص الماب كذا نظامهم ترى هم متفقين انه اي سرفايف اللي يدز يروح نص الماب ما يمديك تنقل اعتقد يمديهم يصلحونه يمديهم بالراحة انا كان لازم اسوي سلق لكن ما ابغى اطول الجيم بزياده عن اللزوم خلاص هذا راح يموت اروح على الجنريتر اي هيكس نو ون اسكيب يا زيب هيكس نو ون اسكيب رسبنت عنده انت يا زيب المشكله والله احس نفسي بوت والله احس نفسي بوت تعال خويك وين وخويك خويك كان على نفس الجهه معاك هنا قريب منك خويك هنا قريب 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 ما راح بعيد انا حرفيا تعبت حرفيا انهلكت يلا الباربيكيو راح يوريني اذا هو عنده بوابات ولا لا اي قاعد ياشر يهزز براسي مين يسار يهبل بنفسه ما يدري انه عندي باربيكيو المساكين يا المساكين يا الكتكوت اوه فتحها اها مجهزها عشان كذا الحين تفرفش شوف السوالف هذه بطلها انت كذا تهرب من المواجهات عندك شيء تعال والله لعريك لو تقرب It was at this moment he knew he fucked up يا حمار وانت وش فيك بالله النوعية هذه يا جماعة الخير وش وضعها
بالله وش وضعه؟ ليش قاعد يتبك كذا؟ ما يدري اللي معي هيكسون سكيب. What the hell؟ ايش فيك يا توكسيكينا؟ يا توكسيك اسمه توكسيكينا هذا زيتونة يا جماعة الخير. على قولة خوينا هذاك يقول يوم وصل عند البوابة هذا رسل لي واحد في تويتر من شو اسمه، بحط لكم المقطع حاليا. هذه فيها تهرب من المواجهة، عندك شيء تعال والله لعريك. لا 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 لا، يقول انه هذا تهرب من المواجهات، عندك شيء تعال والله لعريك. طلع الرجال براسه حرش وقاعد يتبق يتبق يتبق، واخر شيء طاح بالنون سكيب ديث. وش يحس في بلاد توكسيكين هذا؟ كم رانكو؟ رانكو 5. انويد تانين كلاون، قال نويد ان تانين كلاون. يا الله قال حاط لك ديسايسف ويقول لك تنل. والمشكله هو انك متنله والله، يعني بتقول ايه كوي يا اخي مسكين كيوت هذا، صح يزعل حقه يزعل من التنلينج لانه مو ما يعرف يلعب يعني واجد، بس المشكله انك ما تنلته. المشكله انك انت قاعد تلعب على 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 الماب وعلى ثلاث جيترات، لا لا انك تنلته ولا تنلت غيره حتى. انا هذا شيء يغبني، انا مع التنل، انا اعشق شيء اسمه تنل، ما عندي مشكله اتنل اي سرفايفل من حق اي كيلر، اصلا يلعب رانك احمر لازم يتنل. لكن المصيبه اني انا ما تنلت، هذا اللي يقهر انك انت ما تنل، يجي واحد يقول لك تنل، وين التنل بالموضوع؟ قاعد اشبكك هوك ورا هوك عشان تقول لي تنل؟ يو مي جاد. والله التحدي يا جماعه الخير مريض فعليا، فعليا اهنيك يا صاحب التحدي، رقبتي عورتني، جسمي احتر، ماسك الماوس والله، شوفوا شايفين الماوس؟ ترى كذا كنت ماسكه حرفيا لانه يدي ما توصل على الطاوله. حرفيا والله العظيم التحدي ما شاء الله عليه كويس، والحمد لله اني عدت التحدي مره ثانيه، مع اني لازم مناهي المقطع من اول جيم، لكن انتوا تستاهلون يا جماعه الربع جيمين والله تزال الله العظيم تستاهلون. فاهم شيء ثاني انت من لايك اني انا بعد استاهل، اعتقد اني استاهل، مالي اذا تشوفني استاهل عطني لايك. المهم اذا في عندك تحدي مريض ازعه تحت في التعليقات، واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. القادم اجمل وافضل باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قول لهم السلام عليكم يا مروح. يلا السلام عليكم. ترى قلت مطقع بسبة الطقاع هذا اللي كلام قدامي انه يقط طقاع، فشيء طبيعي انك هذا يصير معك تماس بالموضوع، عرفتوا كيف؟ بس يلا خلاص السلام عليكم.